gereken Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyor. حياكم الله. الانتخابات التركية حدث لا ينعكس صداه على الداخل التركي، إنما يلامس الجانب الإقليمي والدولي، مع إعلان الرئيس التركي تبكير الانتخابات لتكون بتاريخ 14 من مايو بدلا من تاريخها السابق. يتبادر إلى المشاهد الأسباب الكامنة وراء هذا التبكير، وهل سنرى تأثيرها أم لا؟ عبر سلسلة من التقارير المرئية نسير معكم نلقي الضوء على سير الانتخابات التركية وجوانبها المختلفة. حياكم الله، محدثكم عبد الرحمن الحمادي، باحث في الشؤون التركية في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. نعود بكم في هذه السلسلة لنسلط الضوء في هذه الحلقة على التساؤل التالي: تبكير الانتخابات وأسبابها وتأثيرها. بداية يجب علينا معرفة أن الأحزاب المعارضة رحبت بإجراء انتخابات مبكرة، غير أنها وضعت شرطا تمثل في عدم تجاوز موعد الانتخابات 6 أبريل. المشاهد يتساءل لماذا؟ يعود السبب إلى أن في هذا التاريخ يبدأ تفعيل التعديلات على قانون الانتخابات الذي ترى فيه المعارضة أنه يسير في مصلحة تحالف الجمهور الذي يضم حزبي العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية. هذا موقف المعارضة، لكن ماذا عن دوافع تحالف الجمهور لتبكير الانتخابات؟ أولها لتجنب الجدل الدستوري القائم حول أحقية الرئيس للترشح لفترة ثالثة، حيث ينص الدستور التركي على أحقية الرئيس للترشح لفترتين فقط إلا في حالة الدعوة لانتخابات مبكرة. وبالنظر إلى وجود حزب العدالة والتنمية في هذا التحالف، فإن اختيار تاريخ 14 من مايو يسهم في دفع القاعدة الشعبية لهذا الحزب إلى المشاركة بكثافة، نظراً لتزامنه مع ذكرى وصول الحزب الديمقراطي إلى سدة الحكم عام 1950. ويرى حزب العدالة والتنمية أنه امتداداً لهذا الحزب في الطابع الإسلامي، لذا يكتسب هذا اليوم بعداً رمزياً للعدالة والتنمية وقاعدته الشعبية. سبب آخر دفع الرئيس التركي لتبكير الانتخابات هو تزامن الموعد السابق للانتخابات مع موسم الحج، وبالتالي فقدان حزب العدالة والتنمية شريحة مؤثرة في التصويت. إذا كانت هذه الأسباب الكامنة وراء التبكير، فلعل المشاهد يتساءل عن مدى تأثير ذلك في نتائج الانتخابات، وإذا كانت المعطيات السابقة توحي بأن ما سبق سيكون في كف تحالف الجمهور، فأن المعارضة ووفق استطلاعات الرأي لا تزال ترى أن لديها حظوظا كبيرة. وبين توقعات تحالف الجمهور والطاولة السداسية، نترككم للحديث لاحقا في تقارير مقبلة حول تطورات أخرى بشأن الانتخابات. في أمان الله.